شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة في بطولة العالم للقدرة والتي انطلقت بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قاد سموه الفريق الملكي المكون من 4 فرسان ينافسون نخبة من أبطال العالم في هذه الرياضة. ان شاء الله جاهزين، ما عاد بقى الا التوافيق ان شاء الله من الله. نعم. طول عمر هل تغيرت الخطه مثل ما اعتمدتوا امس ولا في مستجدات جديده الان يعني؟ نعم، رجعنا على خطتنا الاولى. مرات يقول انت اسمع لعقلك الباطني وش يقول؟ غيرنا الخطه وثم رجعنا مره ثانيه، رجعنا للخطه الاصليه. اعتقد الخطه الاصليه ان شاء الله تلبسنا ميداليات. طول عمر يقول لك صباح رباح، يعني التفاؤل ان شاء الله موجود بين لك وللفرسان اللي معك. الله يوفق ان شاء الله، كل فارس عندي عارف الخطه وعارف شو يسوي والاجراءات والاعمال عند لو صار مثلا لا سمح الله مشت الامور مو مثل ما نبي، كل من ان شاء الله عارف بالضبط شو يسوي. فرساننا خبره ويكفينا بس متابعه جلاله الملك ويانا حاليا وقت اللي احنا نستعد، وان شاء الله نحن نبيض وجه جلالة الملك وكل متابعينا.